التريبوني ماباليدم ده بينتمي لعيله من الاورجانيزمز اسمها السبايروكيتس. والسبايروكيتس دي بتتميز ان هي موتايل بكتيريا. وخلي موتايل دي في دماغنا شويه لغايه ما نوصل للدايجنوزيس بتاعه. التريبوني ماباليدم دي ما بينفعش ان هي تتزرع، ما ينفعش ان نعمل لها كلتشر، ما بتتزرعش على اي ارتفيشال كلتشر او ارتفيشال ميديا، وبتتنقل مينلي عن طريق السكشوال انتركورس. يبقى المين روت اوف ترانسميشن بتاعنا هو السكشوال ريليشن. برضو فيها اكسيدنتال ترانسميشن. الاكسيدنتال ترانسميشن ده ممكن يحصل بشكل بقى مختلف شويه عن الجونوريه، ان هو الليجنز بتاعت السيفلس بتبقى هايلي انفكشوس، فيها عدد كبير جدا من الاورجانيزم. فهنا الاكسيدنتال ترانسميشن ده مثلا ممكن يحصل عن طريق التلامس مع اي من الليجنز دي، وده ممكن يصيب دكتور. نخلي بالنا من القصه دي، ان ممكن لو دكتور فحص مريض السيفلس ده، ليه مراحل في منهم مرحله اللي هي السكندري سيفلس بيبقى فيها راش، الراش ده بيبقى كل اورجانيزمز. فلو مثلا دكتور بيفحص من غيره، مش واخد البريكوشنز الكفايه، على الاقل مش لابس جوانتي وفحص العيان ولمس الليجنز دي، فممكن ان هو يصاب بالسيفلس. وطبعا البلاد ترانسفيوجن. وعلى فكره السيفلس من ضمن الامراض اللي بيتعمل لها سكريننج للبلاد في البلاد دونرز، اللي هو زي البي والسي والاتش اي في، والسيفلس بنعمل له سكريننج. واخر حاجه اللي هو الكونجنتال او الفيرتيكال ترانسميشن او المذر تو تشايلد ترانسميشن، وده هنقوله في وقت. انكوبيشن بيريد بتاعتنا 9 ل 90 يوم. وزي ما قلنا في الاول ان السيفلس ده ديزيز يتميز انه ليه مراحل. المرحله الاولى من السيفلس هي المرحله اللي بيحصل فيها الجينيتال ألسر. والجينيتال ألسر بتاعتنا في السيفلس اسمها تشانكر. والتشانكر دي من اهم الحاجات اللي هناخدها في المحاضره بتاعت النهارده، ومن اهم الحاجات اللي ممكن تنزل في امتحان الكلينيكال وتنزل في امتحانات الام سي كيو. التشانكر دي عباره عن ايه؟ بتبتدي ازاي؟ بتبتدي بابيول صغيره على طول بيحصل لها ألسريشن. يبقى التشانكر بتاعتنا دي هي عباره عن جينيتال ألسر. الألسر دي بتحصل ازاي؟ بيحصل ان الاورجانيزم بيبتدي ان هو مع السكشوال ريليشن بيدور على اي ابريجن في السكين، ويبتدي ان هو يدخل منه. فاول ما بيدخل بيحصل منه لوكال مالتيبليكيشن. السيفلس ده بيتميز ان هو عنده القدره ان هو يعمل اند ارترايتس اوبليترانز ويقفل البلاد فيسلز. فالبلاد فيسلز دي لما بتتقفل بيبتدي ان هو يحصل جينيتال ألسر في المكان دوت. الجينيتال ألسر دي هي اللي احنا بنسميها تشانكر. التشانكر دي بتحصل فين؟ بتحصل مينلي جينيتال، في 90% جينيتال، بس ممكن تحصل في 10% اكسترا جينيتال نتيجه انواع سيكشوال معينه او نتيجه الاكسيدنتال ترانسميشن. يعني مثلا لو دكتور فحص عيان والتشانكر هتجيله في الفينجر بتاعه مكان ما تلامس مع الليجن. لو كانت السيكشوال ريليشن دي نورمال فاجينال، فالتشانكر يا هتحصل في البينس يا هتحصل في الفاجينا. او كانت مثلا انر ريليشن يبقى هتحصل في الانر كانال. لو كان مثلا كيسنج هتحصل في الليب او في التانج. يبقى مفيش مكان ثابت للتشانكر، وان كان 90% من التشانكر بتبقى جينيتال. التشانكر دي دايما لما نسمع لفظ ألسر في اي حاجه في الطب، لازم مع الألسر دي اوصف الألسر بتاعتي كويس الاول، وبعد كده ابتدي ان انا اوصف دايما الدريننج لينف نود. دكتوره زينب. ايوه يا دكتور. ممكن اوصفي لي الالسر اللي هي في الفيجر ايه؟ مالكيش دعوه في الالسر اللي في الفيجر ايه ده، اوصفيها لي بعد اذنك. شايفه ان هي اول حاجه سنجل ألسر. كويس. والادج بتاعها ريزد. مش ريزد. انت شايفاها ريزد ليه؟ يعني يمكن من الريفليكشن بس. طيب خلينا نشوف مثلا الالسر دي، انت كده شايفه الايدج ريزد؟ لا. تمام صح كده؟ ولا دي برضه، بس هو بس ده مجرد ريفليكشن انت شايفاه، بالعكس هي الايدج بتاعتها هي سلوبنج ايدج. كملي. وهي لونها ريد، هي ارتمتس شويه. مظبوط. هو لونها ده قصدك هنا بالكلمه لون، انت قصدك على الفلور. الفلور بتاعتها ريد، يعني الفلور بتاعتها بنسميها احنا كلين فلور. برافو كملي.
بس يعني ممكن بقى يبقى فيه بصي هو انت دايما دكتور عبد العليم الله يرحمه كان في الباثولوجي يقول لك في اربعه اس: سم، سايت، سايز، شيب. السم يعني سنجل، السايت في البينس، السايز بتاعتنا ايه؟ كنت بقى 1 سنتيمتر او 2 سنتيمتر 1 سنتي، والشيب بتاعنا راوند، صح كده؟ طيب وصف الدكتوره كان مظبوط، بس احنا طبعا في جزء لسه ناقصها، بس هي ما عندهاش الداتا اللي هي تقوله لي بيه. ان انا زي ما انا شايف الفلور، الفلور ده الجزء اللي انا شايفه من ارضيه الالسر، تحت الفلور بيبقى في حاجه اسمها البيز. ايه الفرق بين الاثنين؟ زي ما انت دلوقتي قاعد في اوضتك كده، لو بصيت على الارض هتلاقي سجاده، فمثلا كل واحد هيقول لي السجاده اللي عنده دي مثلا السجاده عندي لونها اخضر او لونها ازرق، يبقى ده الفلور. انما تحت السجاده كل واحد عندكم ممكن يبقى الارضيه اللي هو قاعد عليها مختلفه، ممكن تحت السجاده عند واحد يبقى سيراميك، عند الثاني يبقى خشب، عند الثالث يبقى رخام. يبقى الجزء اللي تحت الفلور ده هو البيز. عاده البيز ده انا مش شايفه ولكن احسه، يعني ممكن حد دلوقتي لو خبط، حتى لو انا في مكان فيه سجاده مش عارف تحتيها ايه، مجرد ان انا هخبط على السجاده هقدر كده بالصوت اللي بيحصل او بالاحساس اتخيل او اتوقع نوع الارضيه اللي تحتي. فهنا البيز بتاعه الالسر ديت بتبقى فيرم او انديوريتد بيز، وده طبعا الدكتوره ما وصفتوش لان هي مش ما تقدرش تشوفه، هي مش بيتشاف، ده بيتحس، وهي مجرد الالسر قدامها صوره. يبقى انا عندي الالسر دي زي ما هي قالت سنجل، يوجوالي سنجل فعلا. السايت بتاعها زي ما قلنا احنا هنا دي جينيتال، السايز بتاعتها 1 سنتيمتر. البوردر او البوردر والايدج، الايدج ده اللي هو يعني الوصله ما بين حرف الالسر من بره للسنتر بتاعها، سلوبنج يعني عامل زي الزحليقه. خلاص؟ يبقى دي سلوبنج ايدج. الفلور بتاعتها كفرد بجرانيوليشن تيشو او كلين فلور، والبيز بتاعتها انديوريتد. هيبقى فاضل بقى دايما مع اي لينف نود، ان مع اي ألسر ان انا اوصف اللينف نود. اللينف نود هنا بتبقى بايلاترالي انلارجد، بتبقى فيرم يعني وانا ادوس على اللينف نود الاقيها ناشفه تحت ايدي، بتبقى ديسكريت يعني كل لينف نود كبيره مستقله بذاتها. الكلام ده طبعا انا مش بشوفه، انا بحسه وانا لابس جوانتي، ببتدي ان انا افحص الجروين، افحص الانجوينال ريجون، فبحس اللينف نودز بتاعتها، هلاقيها انلارجد، فيرم، بينلس، العيان مش هيحس بالم وانا بدوس عليها، ديسكريت يعني كل واحده مفصوله عن بعضها. وعاده في الجينيتال شانكر هتبقى الليمف نود بايلاترال. تمام. الديفرنشال دايجنوزز اللي مكتوب عندنا دلوقتي ده هو بقيه اسباب الجينيتال ألسرز، التشانكرويد والليمفو جرانيولوما فينيريام والجرانيولوما انجوينال، دول هنقولهم دلوقتي. الهربس هناخده في الفيرال. البيهست مش مطلوب مننا في الدرماتولوجي، بس انتم ممكن يبقى عندكم خلفيه عنه، اللي هو خدتوه في الرمد، اللي هو بيبقى فيه جينيتال ألسر واورال ألسر واي مانيفستيشنز. والفيكس دراج ايربشن ده واحد من الدراج رياكشنز اللي مطلوبه منكم كده كلمتين في المنهج، وده ليه حاطينه هنا؟ لان الموست كومن سايت بتاعه هو البينس. تمام. هتلاقي جدول في الاخر اللي هو الديفرنس بتوين الشانكر والشانكرويد. الشانكرويد ده بكتيريال انفكشن بيعملها اورجانيزم اسمه هيموفيلس دوكرياي، هنقوله تاني دلوقتي. الجدول ده لو انت بصيت فيه كويس، او يعني انا هقول لك تحفظه ازاي، القصه كلها ان انت احفظ الشانكر كويس، واي حاجه في الشانكر هتلاقي الشانكرويد عكسها. يعني الشانكر عندنا سنجل، الشانكرويد مالتي، بينلس، الثانيه بينفول، الايدج سلوبنج، دي اندرمايند، البيز فيرم وانديوريتد في الشانكر اللي لسه كنا بنقوله، ايه البيز في الشانكرويد بتبقى سوفت، والليمف نود عكس برضه للشانكرويد، في السيفلس بتبقى بينلس وديسكريت وفيرم، في الشانكرويد بتبقى تندر يعني توجع العيانه انا بدوس عليها، ماتت توجذر يعني الليمف نودز كبرت ولحمت في بعض، ما اقدرش وانا بفحص العيان احس كل الليمف نود لوحدها، لا هتلاقيهم لاحمين في بعض مش هقدر احس كل الليمف نود لوحدها. وبتسابيوريت يعني ممكن الليمف نود دي تعمل زي ساينس تراكت وتطلع باس لبره، انما الكلام ده ما بيحصلش في السيفلس. للشانكر دي بتقعد قد ايه عند العيان؟ بتقعد في حدود 2 to 6 ويكس لو العيان حتى ما خدش علاج، بتقفل لوحدها. زي ما قلنا الشانكر ممكن تبقى جينيتال زي كده، ممكن تبقى اكسترا جينيتال زي الليب. يعني هنا المكان اللي دخل منه الاورجانيزم عند الشخص ده كان الليب،
مثلا غالبا ده بيبقى نتيجه كيسنج او حاجه. التنج نفس الكلام، زي ما قلنا ممكن تيجي في الفينجر لو حصل اكسيدنتال ترانسميشن، ممكن تيجي في البريست لو حصل سيكشوال او اي نوع من التلامس مع البريست. المهم المكان اللي هيلمس الليجن هو اللي هيطلع فيه التشانج. خلينا فاكرين واحنا بنشرح السيفلس ان انا البيز لاين بتاعي او البوينت الاساسيه اللي انا بحسب عليها في السيفلس هي مش تاريخ الريليشن زي ما كنا بنستعمل قبل كده، لا هو ظهور للتشانكر. اللي ظهور للتشانكر ده هو التاريخ اللي انا هعتمد في وصف بقيه السيفلس عليه. يعني انا لو ظهر للتشانكر النهارده هتختفي امتى؟ هتختفي 2 to 6 weeks من النهارده. طيب المفروض ان بعد ما التشانكر دي تخلص مرحله البرايمري سيفلس بيبتدي يدخل العيان في مرحله اسمها السكندري سيفلس. والسكندري سيفلس دي بتحصل ازاي او بتحصل ليه؟ بتحصل نتيجه ان الاورجانيزم بيبتدي ان هو يحصل له مالتيبليكيشن. احنا قلنا الاول حصل لوكال مالتيبليكيشن وحصل انترترايتس وبليترانز وحصل ألسريشن. بعد كده المالتيبليكيشن ده بيبقى اكتر وبيبتدي يحصل بكتيريميا، فيبتدي الاورجانيزم يوصل لاماكن كتير، يبقى بيحصل لي السكندري سيفلس اللي انا اقدر اوصفه لك. ان انا مش هقول لك ان هو مجرد راش، لا انا اقول لك ان السكندري سيفلس ده زي نقدر نقول ان هو سيستميك ديزيز في حاجات كتير. بيحصل امتى؟ بيحصل 4 إلى 6 اسابيع من ظهور للتشانكر. يبقى انا التاريخ بتاعي اليوم اللي طلعت فيه للتشانكر. طيب احنا قلنا للتشانكر ممكن تقعد 2 to 6 weeks، وده ممكن يحصل 4 إلى 6 أسابيع بعد ظهور للتشانكر. ده معناته انه ممكن عند بعض العيانين يبقى في اوفرلاب اسبوعين، ان ممكن يبقى العيان لسه الشانكر عنده ما قفلتش وبدا يظهر عليه السكندري سيفلس. السكندري سيفلس ده زي ما قلنا انا مش عايزك تحطه في دماغك ان هو راش او ان هو راش، لا انا عايزك تحطه في دماغك ان هو سيستميك ديزيز، لان التروبوليما وصلت لاماكن كتير، فممكن يبقى فيه فيفر، انوركسيا، ماليز، ممكن يبقى فيه مننجايتس، ممكن يبقى فيه هيباتايتس، ممكن يبقى فيه نيفرايتس، ومعاهم طبعا سارت ان هو فيه الراش اوف سكندري سيفلس. الراش اوف سكندري سيفلس ده مميز ان هو بايلاترال وسيمتريكال وبيأفكت البالم والسول، تمام، ومعاه جنراليزد لينفادينوباثي. الجنراليزد لينفادينوباثي اللي بيحصل في الحالات دي بيبقى بيتميز بنفس الصفات اللي قلناها، ان هي ديسكريت وبينلس وفيرم. وطبعا هنا جنراليزد يعني كل الاماكن اللي فيها ليمف نودز في الجسم هتبقى موجوده، انما في التشانكر كان الليمف نود بتبقى انلارجد في الدريننج اريا فقط. الراش بتاعنا زي ما قلنا بايلاترال وسيمتريكال افكتنج البالم والسول، وبيتميز ان هو ممكن يبقى في ماكيولز او بابيولز او باستيولز. بس المعلومه المهمه اللي تبقى عارفها ودي بتنزل في الام سي كيو، ان الراش اوف سكندري سيفلس نيفر ان هو بيحصل له فيزيكيوليشن، يعني ما بيبقاش فيه فيزيكلز. مع القصه دي بيبقى في ميوكس ميمبرين ليجنز. الميوكس ميمبرين ليجنز دي بتبقى عباره عن ulcerations في الميوكس ميمبرين، يعني في البقه الميوكوزا مثلا. الالسرز دي بتبقى linear ulcers وبنسميها سنيل تراكت ulcer. وسنيل تراكت دي اللي هو المسار بتاع السنيل او القوقع على ضفاف النهر لما بيحصل الفيضان والميه بترجع، فبيبقى التربه رطبه، فالسنيل او القوقع لما بيمشي بيعمل خطوط كده وهو ماشي، فاللي شاف الالسر دي حسها شبه ده فسماها سنيل تراكت ألسر. هو كان خياله واسع شويه. ومع القصه دي بيحصل ليجنز اسمها كوندايلوما لاتا. انتوا خدتوا الفاير ولا لسه هتاخدوه النهارده بالليل؟ النهارده يا دكتور لسه برضه ما خدتوش، انا قلت خدتوه قبل المحاضره يعني. طيب مع الكوندايلوما، مع في الكوندايلوما لاتا دي ليها وصف شويه، ان هي بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده في الاماكن اللي احنا شايفينها بيري اينال مثلا. بتبقى عامله ازاي؟ بتبقى الليجن اللي احنا شايفينه ده دكتوره اميره، ايه يا دكتور اوصفي لي الليجن انت شايفه. في elevations، skin elevations، يعني نقدر نقول ان احنا شايفين papules. ماشي تمام، كملي. روح ايه في erythematous،
يعني erythematous to skin colored. في ناس بتقول grayish مش مشكلة. جميل كملي. السيرفس بتاعها عامل ازاي؟ مش عارفة. السيرفس بتاعها بيبقى smooth يعني المور تيبيكال شوية هما الكام ليجن اللي تحت دول هنا. يعني بص دي كده هتلاقي السيرفس بتاعها smooth surface. Skin colored to gray colored. دي سيسايل ولا بيدانكيوليتد؟ تاني معلش؟ سيسايل ولا بيدانكيوليتد؟ بيدانكيوليتد؟ بصي هي دي سيسايل يعني بص انت ما فيش ولا ليجن تقدري توصفيهولي او تشاوري عليها هتلاقي فيه بيديكل يعني كل الليجنز بادئه وماشيه من فوق ونازله ما فيش ليجن عريض من فوق ونازل ضيق من تحت لا كلهم البيز بتاعتهم اكتر او اوسع من التيب بتاعتهم زي ما احنا شايفين هو انا اصلا مش مجمع قوي هي الليجن فين يعني هي كل الليجنز يعني ده ليجن ده ليجن ده ليجن ده ليجن ده ليجن ليجن كل دول ليجنز اهي خلاص يعني باستثناء ده ممكن يبقى انترنال بايلز الصوره مش واضحه قوي الصراحه بس يعني كل دول ليجنز خلاص سكين كولرد او زي ما قلنا جريش طبعا من صفات السيفلس كده تتوقع ان اللي احنا قلناه ان الليجن ده هيبقى فيرم ولا سوفت فيرم احنا ما قلناش حاجه سوفت خالص في السيفلس من ساعه ما ابتديناه فهي فيرم برضه خلاص يبقى ده الليجنز دي طبعا اهم معلومه اقولها لكم ان الكوندايلوما لاتا مش هتطلع في العيان كده يعني العيان مش هيجي لك بكوندايلوما لاتا ماشيه لوحدها لا العيان هيجي لك عنده سكندري سيفلس وعنده فيفر وعنده راش وعنده ميوكاس ممبرين ليجنز وعنده ده علشان برضو ما تتخيلوش ان يقول لك انت لو جبت لي الصوره دي انا هعرفها ازاي دي ممكن تبقى هتاخده لسه في الفايرال فهتاخده حاجه اسمها كوندايلوما اكيوميناتا او اللي هي بتعملها الهيومن بابيلوما فيروس بس الفرق هنا ان ده جزء من السكندري سيفلس وبرده زي ما اتعودنا في السيفلس احفظ الحاجه اللي في السيفلس هتلاقي الثانيه عكسها يعني احنا قلنا دي فلات الثانيه هتبقى فيروكس او السيرفس بتاعها رف دي اللي هي الكوندايلوما اكيوميناتا انا هديكم هنت صغير عنها وانتوا هتاخدوها النهارده في الفايرال تاني زي ما قلنا الكوندايلوما لاتا سيسايل يعني ايه سيسايل؟ يعني البيز بتاعتها اوسع من التيب او عامله زي المثلث اللي واقف على البيز بتاعته. انما البيدانكيوليتد عامله زي المثلث المقلوب اللي راسه لتحت فالبيز بتبقى ضيقه والتيب بتاعته بتبقى واسعه ده الليجر اللي هو البيدانكيوليتد انما دي بتبقى سيسايل. زي ما الدكتوره قالت ان هو فيرم او انديوريتد البليدنج بتاعها بيبقى دازنت بليد ايزلي لان فيها اند ارترايتس اوف ترانس. المريض ممكن يقعد من غير علاج لو ما اتعالجش عنده سكندري سيفلس اب تو كذا شهر ممكن شهرين ممكن ثلاثه مفيش حاجه ثابته وبعد كده الراش ده بيروح او الاعراض دي بتختفي من العيان ويبتدي العيان يدخل في مرحله اسمها الليتنت سيفلس وليه سميناها ليتنت؟ سميناها ليتنت لان لان البيشنت كلينيكالي بيبقى نورمال في المرحله دي ولكن لو عملت له سيرولوجي هيبقى بوزيتيف. كل الليجنز اللي وصفناها اللي هو التشانك والسكندري سيفلس والليتن سيفلس في الجزء الاولاني بتاعته اللي هي بتحصل كلها في اول سنتين اي احداث بتحصل في السيفلس في اول سنتين بنسميها الايرلي سيفلس يبقى كلمه لما تيجوا تقروا تلاقوا كلمه ايرلي سيفلس وليت سيفلس المقصود بيها ان ايرلي سيفلس كل ما هو حدث في اول سنتين والليت سيفلس ده اللي هو حصل في السنتين اللي ورا ما بعد السنتين. ليه قسمنا التقسيمه دي؟ قسمنا التقسيمه دي لان الاورجانيزمز عددها بيبقى كبير في اول سنتين والبيشنت بيبقى انفكتشوس انما بعد كده الموضوع بيختلف. يبقى انا عندي الليتنت سيفلس ده ممكن اقسمه لجزئين. ايرلي ليتنت اللي هو الجزء من الليتنت سيفلس اللي بيحصل في اول سنتين ولو العيان ما كانش اتعالج ممكن يدخل فيما يسمى بالليت ليتنت. في مرحله الليتنت سيفلس العيان قدامه ثلاث سكك هيمشي فيها، لازم هيمشي في واحده منهم. يا اما العيان ده هيخف خالص
والاميونيتي بتاعته هتقدر ان هي تتغلب على الاورجانيزم ده. وهنا ال ال العيان ده خلاص هيبقى خف كيورت، يبقى التلت الحالات هتبقى كيورت. التلت التاني هيفضل في مرحلة الليتنت اللي هو عنده كلينيكال بيكتشر ما فيهاش حاجة ولكن السيرولوجي بوزيتيف. واخر حاجة اللي هو هيدخل في حاجة اسمها التيرشري او المرحلة التالتة من السيفلس، اللي احنا بالنسبة لنا احنا في الدرماتولوجي المطلوب مننا فيها ما يسمى بالبناين تيرشري سيفلس، او اللي هي الجاما. ايه هي بقى الجاما دي؟ الجاما دي عبارة عن نوديولر ليجنز، ليجن على هيئة نوديول. بتحصل امتى؟ بتحصل 3 الى 7 سنوات بعد ظهور ايه؟ للتشانكر. احنا دايما البيز اللي بنحسب عليه هو ظهور للتشانكر. يبقى بتطلع 3 الى 7 سنين من ظهور للتشانكر، وبتحصل نتيجة allergic response من الجسم للمينيوت اماونت اوف انجين اللي موجوده عند العيان. احنا قلنا ان بعد سنتين عدد الاورجانيزم بيبقى قليل قوي، ولكن لسه موجود منه كميه من الانجينز تكفي لحدوث هايبر سنسيتيفيتي رياكشن وظهور الجاما. الجاما دي زي ما قلنا عباره عن نودولار ليجنز، بتظهر في اماكن كتير، مش بتظهر في السكين بس، بس احنا يعني مش عايزين ندخل في تفاصيل مش مطلوبه مننا. المهم ان الجاما دي النودولار ليجنز دي عاده لما بتحصل في السكين شويه وبيحصل لها ulceration، نفس الفكره في اند ارترايتس اوبليترانز وبعد كده بيحصل ulcer، فممكن تعمل ulcer في المكان اللي هي ظهرت فيه. زي احنا شايفين الصوره ايه، فيجر ايه، انا شايف هنا اهو ulcer دكتوره شروق. ايه دكتور، وصفي لي الألسر اللي احنا شايفينها. الألسر حطيتك عليها السهم. هي تمام، هي عندها انا شايفه raised edge ماشي، وشايفه تقريبا حاجه necrotic او postural. ايوه، الفلور بتاعتها لونها ايه؟ الفلور لونها yellowish تقريبا. تمام كملي. طيب بتوقعك كده البيز بتاعتها هتبقى سوفت ولا فيرم ولا عامله ازاي؟ فيرم. فيرم بالظبط. احنا لغايه النهارده دلوقتي ما قلناش اي حاجه في البيز في السيفلس سوفت، يبقى فيرم. برافو. السايد بتاعها والسايز فين؟ السايد في الميكوزا بتاعت نقدر نقول ان هي في منطقه الهارد بالات مثلا. تمام. والسايز بتاعها ممكن 1 سنتيمتر او حاجه، ما اعرفش الصراحه يعني. ماشي، سنتي سنتي ونص. طيب توقعك كده الالسر دي هيبقى معاها لينف نود ولا لا؟ غالبا. ليه في لينف نود؟ احنا طيب هسالك سؤال تاني الاول، هل انت توقعك ان الليجن بتاع الالسر ده انفكشوس ولا لا؟ الليجن انفكشوس ولا لا؟ لا. لا صح؟ لانه يعني عدى الليتنت فيز بالظبط كده، احنا عدينا السنتين فعدد الاورجانيزم قليل، فالليجن ده نون انفكشوس. ولما اللي هو الليجن ده نون انفكشوس يعني معنات كلامك ان ما فيهوش اورجانيزم، صح؟ تمام. طيب، ما هو ما فيهوش اورجانيزم هيبقى فيه لينف نود ولا لا؟ لا كده ما فيهوش، ما فيش لينف نود. برافو. يبقى الدكتوره وصفت الالسر صح بشكل كويس جدا، painless ulcer، البيز بتاعتها endurated، الفلور بتاعها هي قالت لي لونها يلوش، وهو فعلا ده التيبيكال ان الفلور بتاعت الجاماتس ulcer بتبقى لونها يلوش شويه، وبيسموها الوش ليذر سلاف. الوش ليذر سلاف ده هو منظر اللي شافه وصفه حسه شبه الجلد المقلوب. احنا عارفين الجلد المقلوب ده بيتعمل منه احذيه وشنط وحاجات زي كده، اللي هي بتبقى السيرفس بتاعها رف شويه ولونها اصفر او مصفر او على بني شويه، فهو ده بيسمى بالوش ليذر سلاف. قلنا ان الالسر دي نون انفكشوس عشان ما فيهاش ليمف نود، عشان ما فيهاش عدد كبير من الاورجانيزم، وبالتالي الليمف نود بتاعتها هتبقى نيجاتيف. انا كنت بكلم دكتوره شروق صح؟ ايوه.
طيب الليمف نود امتى في الحاله دي تبقى بوزيتيف؟ عايزكم تفكروا، مش لازم انت، اي حد يفكر. في حاله التيرشري؟ ايه؟ في حاله التيرشري سيفلس يعني؟ اه هي الالسر نفسها انت الاقي معاها ليمف نود. احنا قلنا ان هي تيبيكالي ما فيهاش ليمف نود، بس احنا عارفين ان اي ألسر في الدنيا ممكن يحصل عليها سكندري بكتيريال انفكشن، صح؟ تمام. لو حصل عليها سكندري انفكشن ممكن تبقى ساعتها الليمف نود بوزيتيف، انما التيبيكال بتاعنا ان ليمف نود نيجاتيف. التيبيكال بتاعنا اللي هي اورجانيزم ما فيش وانفكشن ما فيش. اتفقنا؟ طيب نبتدي بقى الدايجنوزيس اوف سيفلس. انا هشخص عيان السيفلس ازاي؟ انا عشان ما يقطعنيش انا هوقف واكمل تاني، خلاص اتفقنا؟ تمام يا دكتور.